بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بحياتهم فداء للحرية. أنا الملازم أول محمد عبد العزيز طلاس من مرتبات الفرقة 15 قوات خاصة من مدينة رختان. أعلن انشقاقي عن الجيش العربي السوري الذي انحرفت مهمته من حماية الشعب والوطن إلى حماية بشار الأسد وعصابته التي قامت بقتل الأطفال واغتصاب النساء وذبح المصلين في المساجد، ولما رأيته من قتل للأبرياء في مدينة الرستان. أعلن انضمامي إلى لواء ضباط الأحرار كتيبة خالد بن الوليد، وأنا بدوري أخذ جميع ضباط وصف ضباط وأفراد الجيش العربي السوري بالانشقاق عن هذه العصابات وأكمل مهمتهم في حماية الشعب الأعزل، وأخص في ذلك ضباط مدينة الرستان وخاصة الجنرالات منهم بالانضمام إلى الجيش السوري الحر. وعاشت سوريا حرة أبية. أنا المجند إبراهيم منصور مدينة الرستان عن انشقاقي على الجيش العربي السوري وانضمامي إلى كتيبة خالد بن الوليد. أنا العسكر المجند حازم حمدون على انشقاقي عن الجيش السوري وانضمامي إلى كتيبة خالد بن الوليد. أنا المجند عبد العزيز طلع عميد من مدينة الرستان على انشقاقي عن الجيش العربي السوري وانضمامي إلى كتيبة خالد بن الوليد.